السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم جميعا إلى كل المتابعين عبر قناة عبد الصمد الجزولي. اليوم إن شاء الله هي حلقة خاصة بالسوفت وير. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم مجموعة ضخمة وكبيرة ومهمة جدا جدا إلى كل من يعمل في صيانة عفوا في مجال السوفت وير. هي هذه المجموعة هي مجموعة ملفات الدي بي. نعم، هي مجموعة ملفات تفعيل وضع تصحيح اليو اس بي، وهذه الخاصية نحتاجها في عدة أشياء، ولكن من بين هذه الأشياء والأفعال التي نحتاجها في برمجة الهاتف وهي تصحيح وضع اليو اس بي لحذف حماية جوجل أكونت. طبعا نحن نعرف بأن هناك أكثر من طريقة للتعامل مع حذف جوجل أكونت أو حساب الجيميل، ولكن هذا الملف هو أيضا من الملفات التي نحتاجها بشكل كبير، لأن كما نعلم فالمسألة واضحة و يعرفها الجميع. فعند عمل هارد ريسيت للهاتف او اعاده نزال السوفت وير يظهر لنا اذا كانت خاصيه اف ار بي مفعله، يعني اون، تظهر لنا تلك يعني الهاتف او نظام السوفت وير الذي يشتغل به الهاتف يطلب منا ادخال يعني الجيميل السابق الذي كان على الهاتف. وطبعا فاحيانا لا يتم حذف جوجل اكونت الا بتصحيح وضع اليو اس بي ديباجين، احيانا وليس دائما. فهناك ثغرات كثيره وطرق كثيره، ولكن عفوا ولكن هذا الملفات نحتاجها بشكل كبير. اذا اليوم ساقدم لكم مجموعه كبيره، ومهمه جدا جدا، اذا كما تلاحظون بهذا الشكل. فانا حاولت جمع كل الملفات الموجوده على الانترنت، يعني اي شخص يضع مجموعه سواء كانت صغيره او كبيره او بعض الملفات، حاولت يعني جمع كل هذه الملفات حتى اضعها لكم في روابط مباشره حتى تستطيعوا تحميلها. اذا كما ترون فالمجموعه هي بهذا الشكل. اذا لاحظوا الى الكم الكبير، لاحظوا هي مجموعه كبيره جدا جدا. نعم، اذا كما تشاهدون هنا يعني الكثير من ملفات دي بي، يعني لتفعيل انيبل، يعني لتفعيل وضع يو اس بي ديباجين. نعم، يعني كل ما علينا هو ان ندخل الى هذه الخانه ونبحث على الملف الذي نريد. فمثلا على سبيل المثال نريد مثلا ملف جي 700. نعم، يعني كل ما نكتب هو بهذا الشكل، ثم تظهر لنا الملفات ونختار الملف الذي نريد. نعم، اذا طريقه الاشتغال بهذه الملفات انا اشرحها في اكثر من فيديو. فعلى سبيل المثال في هذا اخر فيديو يعني قمت بوضعه، نعم، قمت بحذف حمايه سامسونج، عفوا سامسونج يعني جي 531 اف اف ار بي ريسيت. فهذا الهاتف يمكننا حذف جوجل اكونت باكثر من طريقه، ولكن هذه من بين الطرق. وعلينا العلم، علينا ان نعلم شيء مهم جدا جدا، ان الهاتف عندما يكون به حساب جوجل اكونت فعند تصحيح يو اس بي ديباجين، فهذا الملف عند تفريشه بواسطه ملف او برنامج الاودين، هذا الملف يتوغل الى نظام الاندرويد فيقوم بتصحيحه رغم ان به جدار الحمايه لجوجل اكونت. وعندما يصبح الهاتف به تصحيح اليو اس بي ديباجين، علينا ان نعلم بان الهاتف يصبح سهل التعامل معه. ما معنى سهل التعامل معه؟ يعني يمكننا حذف حمايه جوجل اكونت دون استخدام البرامج المحميه او البوكسات الى اخره، يعني يصبح الامر سهل جدا جدا. كل ما علينا هو استخدام اداه او برامج مجانيه وبكل سهوله، لان الخطوه الصعبه في هذه في هذا المشكل جوجل اكونت هو تصحيح يو اس بي ديباجين. نعم، إذن بهذا الشكل. إذن كما تلاحظون فهذا هاتف به اف ار بي اون كما نلاحظ هنا، يعني قمت بتمرير ملف ادي بي انيبل، فهو ايضا تجدونه داخل المجموعه. نعم بهذا الشكل، اذا لاحظوا معي بهذا الشكل. نعم، ثم ندخل الهاتف الى وضع التحميل ونمرره له على خانه ابي. نعم، وبعدها يعيد الهاتف التشغيل، يعني الامر بسيط جدا، كاننا نريد القيام بسوفت وير للهاتف. نعم، بعد ذلك يشتغل الهاتف على وضع تصحيح اليو اس بي، فتظهر لنا، اذا لاحظوا معي، فتظهر لنا في شاشه الحاسوب بان الهاتف يفصل ويتصل مع الهاتف على وضع دي بي انيبل، يعني يتم الاتصال مع الهاتف بشكل اخر عكس الشكل او الاتصال الاول الذي كان به. ننتظر حتى يتعرف الحاسوب على الهاتف بهذا الشكل. نعم، بعد ذلك ثم بعد ذلك نستعين بأي أداة. هناك برامج كثيرة مجانية،
كثيرة مجانية. نعم، هي هذه البرامج في الحقيقة لا تشتغل بشكل جيد في وضع التحميل داونلود مود، لا تشتغل بشكل جيد. أما في وضع تصحيح اليو اس بي ديباجين فغالبا تشتغل بشكل جيد وتقوم بعملها بشكل جيد. نعم، إذا لاحظوا معنا استعانة بهذه الأداة يمكنكم أن تجدوا الرابط أسفل الفيديو لتحميلها. نعم، بهذا الشكل ثم نوصل الهاتف في هذا الشكل. لا يعني حتى ولو ان الهاتف لا يدخل الى القائمه، يعني هناك جدار او حمايه جوجل اكونت، فعلينا نعلم بانه تم التصحيح يو اس بي ديباجين رغما عنه. ثم نضغط على سكان حتى نتعرف على اليو اس بي او الدرايفر الخاص بالهاتف. رايت ان فول مشكله فيها، ثم نضغط على ريموف اف ار بي، ثم بعد ذلك مباشره يدخل الهاتف الى القائمة، يعني يفتح بشكل طبيعي وما علينا إلا إلغاء أو إم. نعم، يعني حماية شركة الهاتف أو بهذا الشكل. نعم، يعني إف إير بي أون، ثم بعد ذلك نعيد ضبط إعادة ضبط المصنع للهاتف ونكون بهذا الشكل قد تخطينا حساب جوجل أكونت. إذا يا أحبابي أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح البسيط جدا جدا. نعم، بالنسبة لتحميل الملفات، عفوا أين نحن من هذا؟ نعم، عفوا هنا. نعم، إذا سوف أضع لكم الروابط أسفل الفيديو، الروابط تجدونها بهذا الشكل. عفوا، يعني تقريبا 3 روابط، هذا جوجل درايف ورابطين آخرين، يعني هناك مجموعتين وهنا مجموعة وهنا مجموعة، يعني تقريبا أغلب الملفات التي استطعت جمعها من الانترنت وضعتها لكم في هذه الروابط حتى تستطيعوا الاستفادة منها والتغلب على هذه المشكل الذي قد يواجهنا بشكل كبير وهو حماية FRP. إذا أحبابي أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس المتواضع، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.